دمرت الحمم البركانية المملكة، ولم يكن هناك سوى قلعة الأميرة فريا الجليدية التي كانت شامخة. منذ سنوات مضت عندما اندلعت الحرب الكبرى بين قبائل الحمم البركانية والنار والجليد، كان على ملك الجليد والملكة استخدام كل قوتهما للقتال ضد بايرو ملك الحمم البركانية وإغنس ملك النار. أصيب بايرو وسقط في الحمم البركانية وابتلعتها. تم تجميد إغنس إلى كتلة جليدية كبيرة تتدحرج إلى أسفل قاعة جبل مرتفع. عادت القلعة إلى السلام، لكن الملك والملكة كانا ضعيفين للغاية. سكبوا كل طاقتهم المتبقية في فريا. أبي، أمي. يا ابنتي، عليك أن تحمي المملكة. لا تدعي رعايانا يعانون من المزيد من الألم. لا. مع فقدان والديها أغلق باب قلب فريا. استخدمت قوتها لبناء حاجز جليدي حول القلعة وفصلها عن العالم الخارجي. اعتقدت فريا أن كل شيء قد تم تدميره بالكامل، لذلك أصبحت مهملة. الأمر ممل جداً، أحتاج إلى العثور على مكان ممتع. لعبت فريا ورقصت مع أميرة الغابة. قامت بجولة في المحيط الشاسع مع أميرة الماء. هذا ممتع للغاية، لا أريد العودة إلى المنزل. يمكنك البقاء هنا طالما تريدين. كان شعب قبيلة الجليد قلقين في انتظار عودة فريا. هل يعرف أحدكم أين الأميرة؟ بدون الأميرة يمكن أن يتعرض حاجز الجليد للتهديد في أي وقت. في أعماق الحمم البركانية لا يزال بايرو موجوداً. على الرغم من إصابته البالغة كان ينتظر الفرصة للانتقام. الملك مستيقظ، فليأتي أحد بسرعة. كافح بايرو للسيطرة على الحمم البركانية ولكن دون جدوى. اكتشف نقاط ضعف قلعة الجليد من أجلي. حسناً سيدي. في كل مرة غادرت فيها فريا القلعة، اقترب جنود الحمم البركانية بهدوء وأضعفوا حاجز الجليد تدريجياً. كانت فريا لا تزال منغمسة في الملذات التافهة. واصل بايرو التعافي والسيطرة على الحمم البركانية بقوة أكبر، استعداداً للانتقام الشرس. واتسعت الشقوق في الحاجز وأصبحت جاهزة للانهيار بضربة واحدة. أيتها الأميرة، هناك مشكلة، القلعة في خطر. كيف يمكن أن يكون هذا؟ يسعدني رؤيتك مرة أخرى فريا. فشلت مرة من قبل، ألا تخاف؟ هل تعتقد أنه يمكنك تغيير النتيجة الآن؟ دعينا نرى. أركضوا بسرعة. ما هو شعورك؟ سأحول هذه القلعة إلى مستعمرة ثانية. ساعديني أيتها الأميرة. فريا ممزقة بين البقاء للقتال أو طلب المساعدة. وأخيراً قررت فريا مغادرة القلعة. الأميرة تخلت عنا، إنها أنانية. طلبت فريا المساعدة من صديقاتها الأميرات، لكن عند ذكر بايرو أصبحوا شاحبين. بايرو؟ لا أريد التورط معها، أنا آسفة. لا أستطيع المخاطرة بمملكتي لمساعدتك. لا أستطيع أن أصدق أن الأشخاص الذين اعتبرتهم أصدقاء فظيعون جداً. مع عدم وجود أحد شعرت فريا بالعجز والفراغ. تذكرت إغنس سيد النار الذي هزمه والدها أيضاً منذ فترة طويلة. فقط إغنس يمكنه التحكم في الحمم البركانية، لكن بعد الحرب اختفى إغنس. هل يخطط أيضاً للانتقام مثل بايرو؟ ولكن ليس هناك خيار، لا أريد أن يعاني شعبي. بحثت فريا في الجبال عن إغنس ولكن دون جدوى. منهكة نهارت عند قاعدة الجبل، وعندما استيقظت وجدت نفسها في كهف مظلم. لقد كان مخبأ إغنس. انظروا من جاء ليجدني. أرجوك أنقذ مملكتي، فهي مهددة بالحمم البركانية. أنا على استعداد للتضحية بحياتي. هذا يبدو مغرياً. اتفقنا. عادت فريا وإغنس إلى قلعة الجليد، وبحلول ذلك الوقت كان بايرو قد سيطر بالكامل. لقد قمت بطلب المساعدة، اليوم ستكون نهايتك. الأميرة لم تتركنا، لقد أنقذتنا، لا تحتفلي بعد. إغنس ساعدني. ولكن بدلاً من تقليل حرارة الحمم البركانية، قام إغنس بتزويدها بالوقود مما جعلها تغلي بقوة أكبر. أوه لا، ساعدونا.
أخيراً لدي فرصتي للانتقام. أنت لقد خنتني. لم أقصد مساعدتك أبداً، لقد كنت واثقة جداً. الآن فقط فريا يمكنها إنقاذ المملكة. حاربت الملكين الشيطانين بكل قوتها، لكنها أصبحت أضعف بسبب افتقارها إلى التدريب. ها؟ أنا آسفة، أنا غير كفؤة لأكون قائدة. وتذكرت كلمات والدها بعدم استخدام الحرب لحل النزاعات، لأن الأبرياء سيعانون. نشأ الصراع لأنكم أردت أن تصبحوا القبيلة العليا، مما يجر ملك الجليد إلى الحرب، على الرغم من أنه لم يرغب أبداً في مثل هذه الأشياء العبثية. وهكذا عندما هزم بايرو لم يقضي على الحمام البركانية، بل سمح لها بالتدفق حول القلعة. لا أحتاج إلى أي شيء، المملكة، العرش، سأعطيكم كل شيء، فقط دعوا شعبي يكون آمناً. أيتها الأميرة، أدرك بايرو وإغنس أن شعبهما عانوا أيضاً بشدة بسبب الحرب. فكروا فقط في أنفسهم وفي رغبتهم في الهيمنة. قبيلة الجليد، انسوني. لا أيتها الأميرة. فريا تركت نفسها تسقط في الحمم البركانية المغلية على أمل أن توقفها قوتها، وبشكل غير متوقع قفز إغنس إلى الحمم البركانية أيضا. أوقف بايرو تدفق الحمم البركانية بسرعة. لقد أدركت خطأي بعد فوات الأوان، أنا آسف حقا، كنت أحاول الفوز بلقب لا معنى له. من الآن فصاعدا أعدك باستخدام الحمم البركانية لحماية قلعة الجليد. أبي كن فخورا بابنتك. أدركت فريا والجميع أنه لا يوجد عنصر جيد أو سيء، الجليد أو النار، البرد والحرارة، كل منهما له قيمته الخاصة، ويجب دمجه لخلق توازن مثالي. والتعاون المتبادل هو المفتاح للحفاظ على السلام والازدهار. منذ ذلك الحين حكمت فريا وإغنس المملكة معا باستخدام مزيج الجليد والنار لتحقيق حياة أفضل. استمر بايرو في السماح للحمم البركانية بالتدفق حول القلعة، لكن لم تعد هناك أمواج تهددها. كل ما أتذكره في ذلك اليوم هو أننا مع خطيب ديفيد كنا نهرب إلى الغابة. لقد فقدت رؤيته لفترة وجيزة فقط، هذا كل شيء. ألم خارق اخترق قلبي، شعور سيظل راسخا في ذاكرتي إلى الأبد. ثم ماذا؟ بعد ذلك أصبحت روحا وظهرت هنا. أليس من الممكن الامتناع عن الشرب؟ من خلال عدم الشرب يمكنك تجنب التناسخ والبقاء هنا كشيطانة متجولة، لكن يبدو أنك غير مدركة للعقوبات التي تتحملها الشياطين، أليس كذلك؟ هذه هي الطريقة التي تعمل بها ميموري تافرن، الحد الفاصل بين الجحيم والعالم الفاني. المشكلة إذا لم تظهري في كتاب الموت، أو بعبارة أخرى إذا كنت لا أعرف سبب رحيلك، فلن تستطيعي أن تولدي من جديد. لم يستطع جيمس أن يتحمل عبء هذا الاتهام الظالم. أخيراً اتخذ قراراً جريئاً لتحويل هيلدا مؤقتاً إلى بشر حتى يتمكنوا من التحقيق في الأمر معاً. كل شيء مؤقت، خلال هذه الأيام السبعة يجب ألا تكشفي أبداً عن هويتك الحقيقية أو تستهلكي طعاماً بشرياً، وإلا سينهار كل شيء. بمجرد أن استعادت شكلها البشري، شرعت هيلدا على الفور في العثور على ديفيد حبيبها. عند مشاهدة عودة هيلدا بلحمها ودمها، ذهل ديفيد ولم يكن قادراً على تصديق ذلك. هيلدا، لماذا؟ تم اختطافي عندما استيقظت. وجدت نفسي في مخبأ الخاطفين مستغلة تشتيت انتباههم، تمكنت من الهروب والعودة إلى هنا. عند سماع التفسير انخرط ديفيد في البكاء وعانق الفتاة التي اعتقد أنه فقدها إلى الأبد. أنا لست الخاطف، وبالمناسبة
سلوك صديقك غريب إلى حد ما، صحيح؟ لا تفرط في التفكير، ديفيد هو الشخص الوحيد الذي أحبني حقاً في هذا العالم. ماذا؟ ماذا تقولين؟ هيلدا، الأحياء لا يرونني، فقط من هم على وشك الموت قد يلمحونني. فجأة في تلك اللحظة بالذات وصل والد هيلدا وعائلتها لتبدأ الأجواء العاطفية. إذا لم أتبع الدرب إلى هذا المكان فكم من الوقت كنت تخطط للهروب؟ اذهبي إلى المنزل الآن. لا، لن أعود أبداً بدون ديفيد بجانبي. قمع والدها غضبه ووافق في النهاية على طلب ابنته. سمح لديفيد بالعيش هناك، لكن والدها لم يستطع تقبله تماماً. كان ديفيد يكدح كخادم ويؤدي أعمالاً شاقة داخل المنزل، لم يقدم سوى ابتسامة مطمئنة لهيلدا ولم يكن لديه أي استياء. هيا بنا فلنتحمل هذا مؤقتاً لنكشف عن الجاني الذي اختطفها. أعتذر بجدة، لكن والدها وأختها يثيران شكوكاً كبيرة. أبي، لن يكون الأمر كذلك حتى لو عاملوني بقسوة. لكن ماذا عن أختها؟ عند سماع ذلك امتلأت هيلدا بعدم اليقين. أصبح الجو العائلي متوتر بشكل متزايد. في الأيام التالية، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة جيمس وهيلدا، لم يتمكنوا من اكتشاف أي أدلة. ومع ذلك تأثر جيمس تدريجياً بالطبيعة اللطيفة لهذه المرأة الشابة المتواضعة. أظهرت هيلدا باستمرار اللطف من حولها حتى مع الأرواح البائسة. في صباح اليوم السادس من الموعد النهائي، أذهلوا لرؤية شبح مؤذن يتخلف وراء صبي متسول. ومن المثير للاهتمام أن الشبح كان يرتدي بروشاً مزيناً بحجر ياقوت يحمل اسم هيلدا. كانت هدية عيد ميلاد منحها لها والدها في شبابها، ولم يكن هناك مطابقاً له على الإطلاق. أتذكر بوضوح إحضاره معي عندما غادرت المنزل، لكن بعد وصولي إلى الحانة اختفى. بالتأكيد هو القائد الذي نبحث عنه. في شكل حصاد، كان جيمس ينوي استخدام منجله لقهر الشبح لأن روحه بدأت تتحول إلى شيطان. بشكل غير متوقع هرعت مجموعة من الأطفال المتسولين متحمسين للتنافس على الطعام مع الصبي الذي تشبث به الشبح. بشكل محموم انطلق الشبح إلى الأمام متناسياً زواله، محاولاً حماية الصبي المتسول بذراعيه الممدودتين. وبطبيعة الحال لم يكن بإمكانها فعل أي شيء، ومر الأطفال دون عناء متقدمين نحو الصبي المتسول المثير للشفقة. أتوسل إليك، أرجوك لا تعذبه. يوجد خبز مجاني في السوق الشرقي، بسرعة إذا كنت ترغب في المشاركة. نظراً لعدم قدرتها على تجاهلها، حولت هيلدا انتباههم، مما سمح للصبي المتسول بالهروب سالماً. وروى الصبي كيف عانى أياماً من الجوع منذ اختفاء والده. اليوم عندما حصل أخيراً على لقمة من الخبز اختطفها الأطفال الآخرون. شعرت هيلدا بتعاطف عميق مع الصبي المؤسف الذي أظهر طاعة وأدباً ملحوظين، وهكذا قررت إعادته وجعل طاقم المنزل يوجهه، مما يوفر له هدفاً. على أقل تقدير سيكون للصبي مكان يسكنه رحيم وخال من الإيذاء الجسدي والحرمان. حتى أن لطف هيلدا نجح في إذابة قلب جيمس على ما يبدو. ومع ذلك ارتجف ذلك القلب على الفور عندما تذكر جيمس فجأة مهلة السبعة أيام التي تلوح في الأفق أمامه. بطبيعة الحال كانت هيلدا هي الأكثر تضرراً من هذا الوحي.
شبح مؤذن يتجلى في وضح النهار. حافظ على هدوئك جيمس، لأنه ليس كائناً شريراً. لماذا؟ لماذا تفترضين هذا؟ لأنني شاهدت الرقة في عينيك تجاه ابنك. لا، أنا حقاً كائن شرير في الحقيقة. لقد أدركت أنك في تلك الليلة المصيرية استأجرني ساحر لاغتيالك يا آنسة هيلدا. عند الانتهاء من المهمة نزعت خلص بروشك الثمين على أمل أن يوفر لابني وجبة شهية. لم أكن أعلم أنه بمجرد إعادتك إلى مخبأ الساحر تخلص مني لتغطية أثاره. لقد عاملتني بلطف، ولكن للتكفير الجزئي عن ظلمي سأوجهك والموت إلى عرين الساحر بحثاً عن جسدك. عندما وصل الثلاثة إلى الموقع المحدد ظهر شخص آخر بالفعل، لم يكن سوى ديفيد. هل هذا ما تسميه فعالية؟ هل هذا ما تسميه؟ كيف يمكن أن تنجو وتعود؟ كما اتضح لم يكن لديه أي اهتمام على الإطلاق بالفتاة، كان كل ما يهتم به هو المال الذي كانت تحمله معها. لا يمكن، كنت متأكد من أنه تم القضاء عليها. وانظر إلى هنا. إذن أين المشكلة؟ لم يقبلني جدها بعد. نحتاج الآن إلى طريقة أكثر فاعلية لضمان عدم اختفاء روح هيلدا فحسب، بل اختفاء عائلتها بأكملها أيضا. عند سماع هذا تحطم قلب هيلدا وفقدت كل معنى العقل واندفعت إلى المخبأ. لم تصدق عينيها، كان جسدها الذي كانت تبحث عنه بلا حراك، كما لو كانت في سبات عميق محاطة بدائرة من السحر القوي. إذن هذا هو السبب. أنني لم أفهم سبب مغادرتي. آها، تم الكشف عن الحقيقة. الآن لا يمكنك لمس أي شيء في العالم العادي. علاوة على ذلك أيها الساحر، اقضي عليها الآن. كان الساحر يردد التعويذات باستمرار مستدعياً الأرواح الشريرة لمهاجمتها. بغض النظر عن مدى روعة جيمس كقائد، كان من الصعب إيقاف تقدمهم. من هذا؟ هل يمكنك حتى إغواء الموت الآن؟ هل بإمكانك رؤيتي؟ دعني أخبرك، فقط أولئك الذين على وشك الموت يمكنهم إدراك الموت. لم تردعه جروحه. حشد جيمس كل قوته لمواجهة الساحر. بعد أن باعت جسدها إلى شيطان لم تعد إنساناً بالكامل، واستسلمت بسرعة لتعويذة جيمس. ومع ذلك كانوا عاجزين أمام ديفيد وكان لا يزال على قيد الحياة. هل هذا كل ما لديك؟ تخطط لمحاربتي؟ حسناً، سأوضح لك مدى معاناة الزوجين المحبوبين. بمجرد أن انتهى من الكلام دفع ديفيد للأمام عازماً على التهام جسد هيلدا في النيران. اشتعلت النيران وابتلعت الصرخات المؤلمة الفتاة الصغيرة التعيسة. بغض النظر عما حاوله لم يستطع جيمس التدخل في عالم الأحياء. الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو التمسك بروح هيلدا بإحكام وتوجيه قوتها الروحية لمنعها من فقدان جوهرها، وحازماً على عدم تركها تفلت من أيديه. لا، أركض بسرعة جيمس، أنا لا أستحق التضحية بنفسك هكذا. من قال ذلك؟ أنت لا تستحق ذلك، يجب عليك البقاء على قيد الحياة. هناك ثانية أخرى، سأفعل كل ما بوسعي لتلك الثانية، تلك اللحظة. في هذه الأثناء كان ديفيد على وشك الاستمتاع بلحظة التحكم في كل شيء، ثم فجأة طارت عصا كبيرة في الهواء وضربت ديفيد على الأرض. ظهر والد هيلدا وهو يطفئ النيران بسرعة ووجه ضربة قاتلة لديفيد
وتركه في حالة ما بين الموت والحياة. مع حل كل شيء تضاءلت قوة والد هيلدا أيضا. الآن وجدت هيلدا مجرد روح بعيدة عن لمسة أي شخص حي. أنا آسف، آسف يا ابنتي، كله خطأي. كنت أؤمن دائما أن توفير حياة دافئة ووفيرة لك سيكون كافيا. لا أبي، ليس كذلك، أنت تريدني حقا أن أكون الأفضل. لم يكن سبب منعك من التواجد مع ديفيد لأنه فقير. عندما اكتشفت أنك معه لاحظت سرا لمعرفة ما إذا كان يستحق حقا أن يكون شريك ابنتي. لم أكن أعلم أنه كان شخصا فظيعا، قمار وشرب وفتيات. لم يكن هناك رذيلة لم ينغمس فيها في ديفيد، حتى أنه ناقش أشياء مروعة عنك. أعتذر عن عدم وجود تفسير واضح وعن غير قصد تسببت في هذا الوضع المأساوي. لا أبي، من فضلك لا. بتلاشي وقتها ماتت هيلدا فجأة، غير قادرة على النطق بكلمة أخيرة لوالدها. أعادها جيمس على عجل إلى ميموري تافرن. هل أنت حاصد الأرواح؟ ماذا؟ أتستطيع رؤيتي؟ فقط من هم على شفا الموت يستطيعون رؤية الموت. أعلم أنك شخص جيد، أرجوك اعتني بها. اذهب الآن، لا تتأخر. تذكر جيمس كلمات ديفيد، كيف نفذ خطة لتدمير عائلة هيلدا بأكملها. بالعودة إلى غرفة الحانة استعادت هيلدا وعيها. روى لها جيمس قصة والدها. إذن والدي سيذهب؟ جيمس، بدلاً من أن أولد من جديد، هل يمكنني أن أصبح نادلة هنا؟ أريد أن أودع والدي في رحلته الأخيرة. أتفهمين ما تقولين؟ بمجرد أن تصبح نادلة ستظلي محتجزة هنا إلى الأبد. البقاء هنا جيد، على الأقل ما زلت معك. ذات يوم جميل دخل والد هيلدا الغرفة وهو يبتسم. احتضنوا بعضهم البعض وتذكروا أيام طفولتها. الآن يمكن أن تطمئن هيلدا، ووالدها حقا يستريح بسلام لأنها وجدت سعادتها. الآن يمكنني أن أستريح أخيرا. جيمس شخص طيب، يستحق ابنتي حقا. أبي، أنا سعيدة حقا لكوني ابنتك. سوف تجرد الأرواح الشريرة بعد الموت من ذكرياتها، ويجب أن تصبح حاصدة للتكفير عن خطاياها في العالم الفاني. من واجبهم أن يقودوا الأرواح إلى الجحيم لينالوا الدينونة. مينا ليست استثناء، فهي حاصدة مثل ملايين الآخرين. يجب أن تقود ما يكفي من الأرواح إلى الجحيم لتتمكن من استعادة ذكرياتها والسماح لها بالتناسخ، على الرغم من كونها حاصدة لوقت طويل. لا تزال مينا تتحرك في كل مرة تقود فيها روحا إلى الجحيم. هناك أرواح تقبل موتها، لكن آخرين يحاولون التشبث بالحياة. هناك أيضاً أشخاص يحاولون التشبث بأحبائهم ومنع مينا من أخذ تلك الأرواح بعيداً. بالطبع لا تستطيع مينا فهم السبب. لماذا هم عنيدون جداً؟ يمكنهم التناسخ في حياة أفضل، ومع ذلك هؤلاء الناس هم الدافع لمينا لأداء واجبها. تريد أن تتجسد لتعيش وتستمتع بالحياة وتكتشف ما هو ثمين للغاية، بحيث يحاول الجميع التمسك به.
ذات مرة كان على مينا أن تأتي لتأخذ ابناً من آني وهي أم عزباء. ماذا؟ ماذا ترتدين؟ ذلك الوجه، أنت حاصدة؟ لا 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 يمكن ذلك، هذا لا يزال مبكراً. لا أرجوك. حان الوقت. آني لا لم تواجه مينا صعوبة في قيادة روح كهذه من قبل. عليك أن تتركي الطفل يذهب آني. كان لدى آني رغبة واحدة فقط في إنقاذ ابنها. قوة الحب الأمومي جعلت أصابعها تتحرك أولا. استخدمت آني كل قوتها للنهوض. فجأة تعثرت وسقطت مباشرة نحو حاصدة الأرواح. لا أرجوك لا تفعلي، أعيدي إلي طفلي. لا أعيدي إلي طفلي. لا يمكنك، لماذا لا تفهمي؟ حان وقت ذهاب الصبي. أخيرا تمكنت مينا من إنزال الصبي إلى الجحيم، لكن بعد عدة أيام شقت آني طريقها إلى الجحيم بطريقة ما لتطلب عودة الطفل. دعوني أذهب. من فضلك أعد إلي طفلي، أرجوك لو سمحت خذ حياتي، خذ حياتي بدلا من ذلك. لا لا دعوني أذهب. كوني هادئة، ما كل هذا الضجيج؟ أنت لازلت حية، كيف نزلت إلى هنا؟ اتضح أنه لأنها أحبت ابنها كثيرا وجدت آني طريقة للنزول إلى الجحيم. توسلت إلى ملك الجحيم أن يعيد طفلها إليها، حتى لو كانت على استعداد لاستبدال حياتها بطفلها. فقط عدد قليل من الكائنات يمكن أن تجد طريقها إلى الجحيم بمفردها. وتأثر سيد الجحيم بروح آني الشرسة. كان ابن آني لا يزال صغيرا جدا وبريئا، وتأثر ملك الجحيم بحب آني الأم. لا يستطيع الجميع فعل ذلك هنا، يمكنني أن أعطيك فرصة. ابنك هنا منذ فترة طويلة، لا يمكنه العودة بالطرق العادية. لكن فينيكس تستطيع مساعدتك، يجب أن تذهبي إلى مملكة فينيكس وتتغلبي على التحديات وتقدمي لها طلبا مباشرا. هل يمكنك فعل هذا؟ سأفعل أي شيء، كل ما أطلبه هو أن يعيش ابني. كان ملك الجحيم مسرورا بتصميم آني. بصفتها مينا الحاصدة المسؤولة عن عائلة آني، كان عليها مرافقة آني إلى مملكة فينيكس. لحسن الحظ جلبت مينا أرواحا كافية، بمجرد أن تكمل هذه المهمة النهائية يمكنها استعادة ذكرياتها وتجسدها كإنسان. ومع ذلك لا يسمح لك بالتدخل في التحديات، ستستخدمها الجنية فينيكس لتقييمها. قبل المغادرة طلبت آني رؤية ابنها. بالطبع لم يتمكنوا من لمس بعضهم البعض، على الرغم من أن هذه كانت آخر مرة لها كحاصدة، إلا أن مينا ما زالت تجد مشاهدة الانفصال هذه صعبة. باتباع تعليمات ملك الجحيم غامروا في عمق الغابة الضبابية، حيث يقع مدخل المملكة العمقاء في نهاية الكهف. كانت مينا تتوق إلى اللحظة التي ستولد من جديد وتعيش حياة خالية من عبء كونها حاصدة. أي طريق؟ في أي طريق أذهب؟ لا يسمح لي بمساعدتك، وبصدق أنا لا أعلم، لكن هذا الشخص هناك ربما. كانت الساحرة ذات الشعر الفضي أول عقبة على طريق مملكة فينيكس. على الرغم من أنها كانت تعرف الطريق، فقد طلبت من آني أن تتاجر بشعرها الذهبي الطويل المتلألئ مثل أشعة الشمس من أجل التوجيه. بإحباط تبادلوا الشعر. في
في النهاية الشعر لا يساوي الكثير. بعد فترة وجيزة واجهت مينا وآني التحدي الثاني. رن صوت من ورائهم. يمكن أن تساعدهم الساحرة العجوز في عبور النهر إلى الأمام، لكنها بالطبع أرادت شيئا من آني في المقابل، وكان هذا الشيء هو شبابها. لم تتردد آني ووافقت على الفور بدون الكثير من الشرح. نعلم جميعا أن آني كانت في يوم جميلة تحولت إلى عجوز ذابلة. اصعدي إلى القارب وسوف أجدف. بالطبع شهدت مينا تبادل آني. بصفتها حصادة فضولية دائما بشأن الحياة، لم تستطع إخفاء فضولها بشأن هذا التبادل. نعم، ما الخطب سيدة حصادة؟ ها؟ كيف عرفتي؟ لا تهتمي، أريد أن أسأل، لماذا على أنت استعداد لتبادل جمالك وشبابك؟ إذا لم تعودي جميلة فهل تستحق العيش كشخص؟ شخص قبيح؟ الشباب عابر حصادة، الجمال هو فقط الجمال الداخلي، لا يمكن مقارنته بجمال الشخص الخارجي. أهم شيء هو طفلي. ما معنى حياتي بدونه؟ أنا على استعداد لتبادل كل شيء. مع اقترابهم من الضفة الأخرى تبدد الضباب تدريجيا. هل الضباب يتبدد؟ يجب أن نقترب. ها هو، حسنا. لم يكشف ملك الجحيم عن الكهف الذي أدى إلى مملكة فينيكس. أولئك الذين يهيمون على وجوههم سيواجهون عقابا مخيفا قبل وصول فينيكس، لذلك لا يمكننا ببساطة تجربة كل كهف. حسنا، ماذا تريد أيها الساحر العجوز؟ ابتسم الساحر الأعمى في مواجهة آني كما لو كان يراها من خلال عينيه المغمضتين. كانت المحاكمة الثالثة، ويمكن لمعظمنا أن يخمن ما رغب فيه من الأم المسكينة. مرة أخرى فوجئت مينا باختيار آني. كان على آني أن تضحي ببصرها آملة في إنقاذ طفلها. أي طريق سيدة حاصدة؟ اتبعيني. لكن لا تقلقي، لقد تجاوزت التحدي بالفعل، اتبعيني فقط. كان على مينا أن تمسك يد آني لبقية الرحلة إلى مملكة فينيكس. بالطبع ما زالت مينا تشكك في قرار آني، لكنها لم تتردد مثل السابق. آني، أجل سيدة حصادة، هل أنت مستعدة لفعل ذلك؟ تضحي ببصرك؟ من الآن فصاعدا لن تتمكني من الرؤية. كيف ستعيشي والطفل إذا استطعت إنقاذه؟ كيف تخططي لرعايته؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تعيشي هكذا؟ يتمكن العديد من المعاقين من العيش في هذا العالم، ألا تري ذلك؟ إذا كان بإمكانهم فعل ذلك فهل يمكنني ذلك أيضا؟ لقد قلتها من قبل، من أجل الطفل سوف أفعل أي شيء. هناك ضوء في نهاية النفق، لقد فعلتها آني. لكن مينا كانت مخطئة، بقيت محاكمة واحدة أخيرة لكي تتغلب عليها آني. الحارس الشيطاني لمملكة فينيكس لن يسمح لهم بالمرور ما لم أعطني روحك وسوف تمرين. وافقت آني دون تفكير ثان. لا، ألا تفهمي؟ سوف يتلاعب بروحك لارتكاب أعمال شنيعة، لن تتمكني أبدا من التناسخ أو الهروب. دعيني وشأني. إذا قضيت بقية حياتك في قلق حتى ذلك اليوم، هل ستكوني سعيدة؟ هل هذه حياة أم؟ دعيني وشأني، ما دام ابني يعيش. قلت لك سأفعل أي شيء، لماذا لا تفهمين؟ لا يمكنك التدخل في هذا الأمر، أليس كذلك؟ لم تستطع مينا إلا أن تشاهد بلا حول ولا قوة بينما عقدت آني صفقة مع الشيطان. لكن مينا شعرت بشيء غريب، يمكنها أن تفهم سبب تشبث الناس بالحياة بشدة حتى لو كانت مليئة بالمصاعب والألم. اسمحي لي. بعد مواجهة العديد من التجارب وصلوا أخيراً إلى مملكة فينيكس التي كانت عظيمة ورائعة ومليئة بالحيوية، بعيد كل البعد عن عالم مينا الكئيب والمليء بالشياطين. ربما عاشت فينيكس لمئات آلاف من السنين، لكن وجهها لم يظهر عليه أي علامات تقدم في العمر. شعرت مينا بشيء غريب،
من فينيكس، لكنها لم تستطع تمييز ما هو. قولي لي، لماذا تحضر الحاصدة إنسانة هنا باليد؟ عندما تحدثت آني مع فينيكس، ضاعت مينا في التفكير وهي تحلم بإكمال مهمتها وتولد من جديد. لا! صراخها أعاد مينا إلى الواقع. اتضح أن فينيكس رفضت إحياء ابن آني، رغم أنها ضحت بكل شيء تقريباً للوصول إلى هذا المكان. لكن لماذا يا فينيكس؟ لماذا لا يمكنك الموافقة على طلب آني؟ لا! يعني لا! فينيكس يمكنها فقط أن تشفي الأحياء. ماذا يمكننا أن نفعل لمن ماتوا بالفعل؟ لكن ملك الجحيم قال ذلك ممكن. علاوة على ذلك، تغلبت آني على كل التحديات وضحت بكل شيء، كيف لا تري ذلك؟ روت مينا رحلتها إلى فينيكس، لكنها لم تستطع فهم سبب رفض فينيكس لنداء آني. في الواقع هناك طريقة. ها؟ الجني الذي يضحي بحياته يمكن أن يعيد الإنسان إلى الحياة، لكن أنا أرفض. لن أسمح لأي جني آخر بالتضحية بنفسه. لماذا يجب أن نهتم بحياة لا قيمة لها؟ في مواجهة موقف ازدراء فينيكس، لم تعد مينا قادرة على الحفاظ على رباطة جأشها. أنت منافقة! ألست جنية أيضاً؟ هل تريد أن تضحي بنفسك لإنقاذ الطفل؟ لا، لماذا يجب علي؟ آني التي تسقط الآن على الأرض، انتزعت مينا من غضبها. تذكرت مينا رحلتهما الأخيرة، حيث تخلت آني عن كل شيء ولم تتلقى شيئاً في المقابل. أصبح قلب مينا بارداً وخفق نبضه بخوف. كانت هذه هي المرة الأولى منذ أن أصبحت حاصدة الأرواح، اندمجت في داخلها عاصفة من العواطف، الغضب والندم والألم. عاد عقل مينا فجأة إلى كل الأرواح التي حكمت عليها بالمعاناة الأبدية. لماذا؟ لماذا؟ أريد أيضاً أن أعيش. إذن هل توافقي على التضحية بنفسك؟ بالوقوف أمام الموت، أدركت مينا أخيراً قيمة الحياة. أحاطت نيران فينيكس بمينا وابتلعتها في وهج من الضوء. يا ابني، أوه يا ابني! كانت دموع آني حلوة ومرة، وبدت لمينا وكأنها دموع الفرح. بعد أن خرجت من الرماد، ولدت مينا من جديد كجنية فينيكس. ابنتي العزيزة، هل فهمت أخيراً؟ كما اتضح، كانت مينا السيدة الحاصدة لحم ودم، ابنة فينيكس طوال الوقت. كانت أميرة فينيكس متعجرفة ويصعب إرضاؤها. أن تكون مخلوقاً خالداً لا يقدر حياته ولا يهتم بالكائنات الأخرى، لأنه لا يمكن أن يولد من جديد مثلها. لهذا السبب رفضت مينا في كثير من الأحيان استخدام قدراتها العلاجية لمساعدة المخلوقات الأخرى. كانت فينيكس غاضبة. قررت تجريد مينا من ذكرياتها، وطلبت من ملك الجحيم أن يحولها إلى جنية موت لتتمكن من فهم قيمة الحياة. أكملت آني التحدي. كانت الساحرات مجرد امتحان، لكني أريد اختبار ابنتي مباشرة. أنت استثنائية. استيقظت مينا وكأنها من حلم، وفهمت كل شيء في النهاية. أكثر من أي وقت مضى، أصبحت تعرف معنى الحياة. حتى بعد سنوات، لا يزال الناس يروون قصصاً عن جنية فينيكس العظيمة، حامية جميع المخلوقات في العالم. وهذه هي قصة اليوم.
شكراً لدعمكم. يرجى ترك التعليق والاشتراك في قناة واو فيري تيلز لمتابعة المزيد من القصص الرائعة. عندما سئل ما هو أجمل حب في الدنيا، جميع الفتيات تقريبا لهن نفس النتيجة، قصة حب حورية البحر ووحيد القرن. تبلور الحب هو أنثى توأم جميلة للغاية وجميلة، تغلبوا على العديد من الاختلافات ليجتمعوا معا. ولكن في يوم من الأيام بسبب هذا الاختلاف قرروا الانفصال. حافظوا على المسافة بين الطفلتين. نشأت أميرتان صغيرتان لا تعرفان الكثير عن بعضهما البعض، معروف فقط من خلال قصة الأم والأب. أمي، أبي ذاهب إلى قصر الجليد. نعم، أختك أوري أيضا، ابنتي المسكينة. مرة أخرى أجمل بنت طيبة وصادقة، لكن المعاناة لا تستطيع أن تعيش مع والدتها، أليس كذلك؟ في نفس الوقت في قلعة النار في الغيوم. أبي، ألا يمكننا أن نلتقي فقط بأمي؟ لماذا نحتاج لمقابلة الآخر في الأكواريوم؟ ماذا يحدث هنا؟ لديك نصف دمك على الجليد، أليس كذلك؟ إلى جانب ذلك، برؤيتك ستكون جيني سعيدة بالتأكيد. هي إنها مطيعة جداً، إنها رائعة، مرحة. حسناً، السعادة في كل مكان من حولها. حسناً، أنت لست مثلي. لأنه قبل ذلك كانت الاثنتان ضعيفتان، البيئة المختلفة لن تكون جيدة للصحة، لذلك لم تلتقي الأميرتان في حفلة الكبار حتى سن 18. أبي، لقد قابلتك أخيراً. أمي، حسناً، انظروا ما أجمل شعر الأميرة وحيدة القرن، إنها حتى أجمل من الأميرة جيني. ما زلت على جانب جيني حورية البحر الصغيرة؟ ما من شيء أجمل من ذيلها المتقزح اللون. المقارنة بين الأميرات، اللتين كرهتا بعضهما البعض، أصبحتا تكرهان بعضهما البعض أكثر. عشية عيد ميلادهم أعطى والديهم كل واحدة منهم صائد الأحلام للصلاة معه. تمني لها ما تتمنيه أكثر، عندما تستيقظي تتحقق أمنيتك، وتذكري لا تتمني أن تؤذي الآخرين. لأنها كانت تغار من أختها، تمنت جيني لو أن شعرها جميل. وأوري تمنت أن تمتلك الذيل القزحي الذي ينتمي إلى حورية البحر. أرجوك اجعليها حقيقة، لأنهم يتمنون أن يكون لديهم خصائص بعضهم البعض. صائد الأحلام فعلت ذلك، نسخة مشتركة من شقيقتين جميلتين جداً. أبي، أمي، اسمحوا لي أن أنام لفترة أطول قليلاً. ماذا؟ لماذا صوتي؟ أنتما الاثنتان، يا إلهي، ماذا حصل؟ توسلت أوري وجيني لوالديهما لإعادة كل شيء إلى طبيعته، لكنهم أنفسهم لم يجدوا طريقة بعد. من الآن وحتى عودتكم إلى طبيعتكم يجب أن تعيشا في وئام. ليس من الجيد أن تكون هكذا، هذا الشخص يريد هذا، هذا الشخص يحب ذلك. ذلك وافقوا أخيراً على تقسيم اليوم لامتلاك الجسد. خلال ذلك الوقت أجبرت الأخرى على النوم. لكن لماذا يجب أن أنام أولاً؟ الآن هذا هو بيتي. حول هذا التحول الغريب من أجل عدم التسبب في الذعر للناس، أوضح الوالدان فقط أنه في سن 18 كانت جيني هجينة، لذا ستكون هناك تغيرات. وافقت الشقيقتان، بدأوا يفكرون في كيفية تفريق بعضهما البعض. على وجه التحديد في صباح اليوم التالي عندما استيقظت أوري، اضطرت لاتخاذ قرار بشأن سلسلة فضائح لأختها جيني. لكن بالطبع كانت أوري تؤذي بنفس القدر. قبل الذهاب إلى الفراش ستعطي جيني مفاجأة كبيرة. كيف تجرؤين على ذلك؟ إنهم يتشاجرون هكذا إلى الأبد، ومع ذلك كان ذلك سبب رغبتهم في اكتشاف نقاط ضعفهم. وما لم يعجب الأخوات أن أوري وجيني تعرفان بشكل أفضل عن بعضهما.
أنهم يفهمون بشكل أفضل أن أخواتهم لا يختلفون عنهم. بسبب انفصال والديهم فإنهم يعانون الكثير من الأذى ويعانون من نقص عاطفي. جيني تحب حورية بحر يدعى جوش، زير نساء وعاشق للمحيط. في الماضي كان يستخدم دائماً افتتان جيني للاستفادة منها تماماً هكذا، ولكن بالنسبة له كانت جيني مملة للغاية. لم يكن هناك شيء مثير للاهتمام، لكن الإعجاب لا يزال محبوباً. نظرة غير عادية لجوش تجعل جيني سعيدة طوال اليوم. سمعت أن أختك اللطيفة وصلت للتو، عارفيني عليها. أثناء وجودهم في جسد واحد أدركت أوري الخطر والكراهية لهذا الرجل جوش البارد. جوش، أنا وأختي الجميلة على حد سواء، نكره الناس المخادعين مثلك أكثر، من الأفضل أن تبتعد عنا. المفارقة هي أنه عندما جيني كما يعتقد جوش لم تعد تندفع وراءه، رأى جوش أن لديها أخيرا شيئا مثيرا للاهتمام. وفي صباح اليوم التالي عندما حان دور جيني للاستيقاظ، جاء جوش ليطلب منها الخروج. ليست سعيدة بعد. لقد كنت لطيفة جدا البارحة جيني، إذا كنت هكذا كل يوم كنت سأحبك منذ وقت طويل. أدركت جيني أن الشخص الذي يحبه جوش هو أوري وليست هي. لماذا هي دائما؟ الغضب جعل جيني تتخذ قرارا مجنونا. مع العلم أن ضعف أوري هو البرد، سافرت جيني بغضب إلى الأعماق المتجمدة حيث يكون للمحيط أدنى درجة حرارة. هاتشو، ماذا تفعلين أيتها الحمقاء؟ ثم دخلت الشقيقتان في جدال حاد. ضجيج عال يوقظ وحش البحر، إنها مثل عاصفة قادمة عليهم. كان قوياً جداً ورفض السماح للأختين بالفرار. أطلقت جيني بسرعة محاراً بحرياً استخدم لتبادل المعلومات في المحيط لإرساله إلى والديهم. وضعت الاثنتان جانباً نزاعاتهما الشخصية وعملتا معاً لحل المشكلة الفورية. جيني لا تقلقي، دم وحيد القرن يشفى بسرعة، يمكننا أن ننجو حتى يأتي أحد لمساعدتنا. على الرغم من أنهم يعرفون كيفية التحكم في أجسادهم والاستماع إلى بعضهم البعض للجمع بين عنصر النار والجليد، إلا أن وحش البحر ليس بالأمر السهل. سرعان ما آذى الأميرات. نظراً لوجود أوري أيضاً في جسدها، بدأت جيني التي كانت أمام درجة الحرارة الباردة التي سببها الوحش في الضعف. في الوقت نفسه باستخدام الكثير من القوة فقد شعر يونيكورن أيضاً لون قوس قزح اللامع. فقط هكذا؟ ليس جيداً، أنا خائفة. لا تقولي أي شيء، سوف أعتني بك. جيني، أنا آسفة أني أذيتك. في الواقع على مر السنين كنت دائماً فضولية أتطلع لمقابلتك لتتمكن عائلتي من لم شملهم. حاولي إصلاح علاقتك مع والدينا واستمتعي. فقدت أوري قرنها وحيد القرن وتغير لون شعرها، وقطعت الشقيقتان عهودهما مع صائدة الأحلام وعادت لتكوين جسدين منفصلين. أوري هيا استيقظي، أنا أمنعك من النوم. عندما كانت جيني دون عوائق كانت قادرة على ممارسة قوتها. أخيرا وصل والديهم تماما كما أغمي عليها جيني بجانب أوري. استيقظت جيني أولا، لكن لم يحالفها الحظ. أوري، فقدت أوري قرن وحيد القرن ولون شعرها وغرقت دون وعي غير قادرة على العودة. أبي، أمي، أرجوكم افعلوا شيئا. سأفعل أي شيء لإيقاظك. الذيول، هل يمكنني تغيير ذيولي؟ اهدئي جيني، نحن نحاول على الأقل. تتفقان أخيرا. للأسف. على الجانب الآخر من الجبل الجليدي حيث توجد ساحرة ربما يمكنها مساعدتنا. هي نفسها ساعدتنا في الحصول على قدمي لمقابلتك. قررت والدة حورية البحر وجني العثور على الساحرة، بينما بقي الأب مستخدما قوته لإبقاء أوري دافئة. مع اتحاد العائلات استيقظت أوري أخيراً. عانقتها جيني بسعادة. من خلال هذا الحادث شفيت حورية البحر ويونيكورن أيضاً مشاعرهما تجاه بعضهما البعض.
يجب أن يكون والدانا هكذا. هذا صحيح. قرروا البقاء معا، وليس إجبار الأطفال الأبرياء على الانفصال مرة أخرى. كانت بينك وورلد جنة تم إنشاؤها للفتيات الرشيقات والأنيقات اللواتي أحببن الاحتفالات، وللأولاد البارعين الراقيين. كان كل شيء في هذا العالم ممتلئا بألوان نابضة بالحياة ورائع. أوه يا آن، هل زاد وزنك؟ انظري إلى خصرك النحيف. في هذا المكان ساد معيار صارم للجمال، الخصر أقل من 56 سنتي، حريري، شعر مشع، بنية نحيلة، أنف مرتفع، ذقن حاد، وابتسامة مشرقة. في كل فصل سيتم اختيار الملكة فقط، أولئك الذين استوفوا المعايير الصارمة في كل جانب. وهذه المرة ليس من المستغرب أن يكون الشخص هو ريمبو باربي. مثل اسمها الحقيقي، هي المالكة الوحيدة لشعرها اللامع المتدفق بألوان قوس قزح. أصبحت ريمبو باربي بارزة ومعياراً لما دفع الفتيات الصغيرات للالتفاف وراءها. أي شيء تلمسه باربي سيصبح على الفور ذا قيمة رائعة. ثم عثرت باربي على السيد المناسب الذي كان كان الرجل الأكثر أناقة ووسامة في المملكة بأكملها. أصبحا زوجين لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر يستحق مكانتهما بجانب بعضهما البعض. دفعت قصة حب باربي وكان الناس إلى حالة من الجنون وأسرتهم. تبعت الصحافة كل تحركاتهم، وتمت مشاركة كل إيماء وعمل للزوجين علانية مع الجمهور. لم يعرفوا أن هذه العلاقة كانت مجرد عرض مسرحي للجمهور، مما أدى إلى تضخيم تأثير الزوجين. ماذا؟ لماذا يجب أن أواعد شخصاً سطحياً متقلباً مثلك؟ لم أكن أعتقد أيضاً أن شخصاً مزيفاً ومصطنعاً مثلك سيكون مناسباً لي. أوه، يا لجمالهم! في بينك وورلد لا يسعى الجميع لتحقيق الكمال مثل باربي. توجد مجموعة من الأفراد يتحدون الاتفاقيات. يرفضن هؤلاء الأفراد الامتثال، وبدلاً من ذلك يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم الحقيقية في كل يوم. تعيش ريمبو باربي ملكة بينك وورلد الموقرة حياة مزدوجة كعضو ثابت في دارك كلاب. بعد يوم مليء بالكدح والمشاكل تعود باربي إلى المنزل وتتخلص من واجهتها المبهرة المستنزفة من الحيوية. من المؤكد أن مشاهدتها هذه الحالة سترسل الجمهور إلى الخفقان. لا تستطيع باربي احتضان نفسها الحقيقية لأنها تعلم أن الكشف عن طبيعتها الأصلية سيؤدي إلى فقدان كل شيء. العالم الذي تعيش فيه هو واجهة، عالم جليدي خال من الدفء الحقيقي، مثل الابتسامات التي يجب أن تصنعها دائماً. هل يمكنني أن أزعجك وأحصل على توقيعك؟ أعتذر، أنا مشغولة الآن، سأعود لأمنحك أمنيتك لاحقاً. حسناً. إنها تعاني من مرض المشاهير سيء السمعة. يا لها من مسكينة، المصورون يسعون بلا هوادة لتفكيك حياة شخص ما. باربي تقلل من احترام معجبيها العاشقين وتثير عاصفة من الرأي العام. والجدير بالذكر أن المقيمين في بينك وورلد يتواصلون من خلال شاشات افتراضية، تاركين وراءهم تعليقات وانتقادات مشبعة بلغة مرعبة في تناقض صارخ مع سلوكهم الودي والعاطفي ظاهرياً. وراء هذه الشاشات الافتراضية يجد المعلقون العزاء في استخدام كلمات مؤذية. وهكذا فقط
عندما يصعد القمر إلى السماء مرتدياً حجابه الداكن وينزلق إلى حذاء مسطح مريح، تعتنق باربي شخصيتها الحقيقية. أصبحت نايتمير باربي في تلك الليلة، بينما كانت باربي نايتمير تتجول في هاوية الجانب المظلم، ظهرت صرخة اخترقت الهواء. من فضلك أنقذيني، تم اختطافي، أرجوك أنقذيني. كان صراخها واضحا رنانا، لكن أعضاء نادي ظلام تظاهروا بعدم السماع. كانت مشاكل النهار كافية بالنسبة لها، فلم يرغبوا في الانجرار إلى أي شيء آخر. غير قادرة على تجاهل هذا النداء، اندفعت باربي أخيرا عبر الباب واندفعت إلى الخارج تماما، وسحبت الفتاة الشقراء بعيدا بواسطة الخاطف المقنع. بشخصيتها النحيلة، كانت باربي تتظاهر دائما بأنها جاهلة أثناء النهار، لكنها في الواقع كانت قوية. ركلة باربي القوية جعلت الخاطف يذهل وينحرف إلى الجانب ويسقط فريسته. ومع ذلك فإن الخاطف لم يكن يستهان به. استعاد رباطة جأشه واندفع بسرعة للاستيلاء على باربي مرة أخرى. في مواجهة خطر وشيك فضلهم الحظ، عندما ظهر شاب متوحش وشرس وعلم الخاطف درسا. لا تفرح كثيرا، سوف أعود قريبا. نصحت باربي الفتاة بالإبلاغ عن الحادث في أقرب وقت ممكن. ما؟ لا لا تفعلي، وقع الحادث في دارك سايد وسيحاسب الجميع هنا بغض النظر عن تورطهم. هذه طريقة العالم الوردي، إنهم يؤمنون فقط بما يريدون تصديقه. أعجب الفارس المظلم ونايتمير بشجاعة بعضهما البعض ولطفهما، وجدا نفسيهما منجذبين إلى بعضهما البعض بشكل لا يقاوم دون أن يدركا ذلك. منذ تلك اللحظة فصاعداً أصبحوا رفقاء لا ينفصلان كل ليلة، ومع ذلك لم يكن رباطهم قوياً بما يكفي للكشف عن أنفسهم والدخول في وضح النهار معاً. بدأ الهدوء المخادع لبينك وورلد في الانهيار مع زيادة عدد الفتيات اللواتي يتم اختطافهن. لقد شاركوا جميعاً في السمة المشتركة المتمثلة في كونهم مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما توقع الفارس المظلم، ألقى سكان بينك وورلد باللوم على دارك كلاب على الفور، وازدادت حدة الأوامر بقمع النادي. كان يوماً آخر عندما كان على باربي وكين أداء مسرحية رومانسية معتادة، وفجأة تدفقت أمطار غزيرة من السماء. حملت قطرات المطر الغزيرة الصبغات الموضوعة بعناية، والتي كانت تزين وجه باربي في وقت سابق. كان الأمر أكثر رعباً، هو نفس المصير الذي حل بكين عندما أدرك كلاهما أن شيئاً ما غير صحيح. قام ممثلو الجانبين بسحبهما بعيداً بسرعة، غير قادرين على النطق بكلمة. شعرت باربي بالدهشة لأنها تذكرت أنه بدون قناع بدا الشاب في دارك كلاب مثل كين تماماً. في النهاية لم تستطع باربي احتواء نفسها، وأرسلت رسالة إلى كين تطلب منه مقابلتها في مكانها المعتاد الساعة 10 مساءً. إذا كان حقاً فارس الظلام، سيعرف كين بالتأكيد إلى أين سيأتي. ولكن عندما وصلت إلى نادي دارك فيس كلاب، كان ما ينتظر باربي حشداً فوضوياً. انقض جنود العالم الوردي في انتظار ظهور باربي فقط حتى يتمكنوا من أخذها بعيداً. أوه عظيم كين! بعد تلك الليلة اهتز العالم بالفضيحة التي حلت في باربي.
لا يمكن لأحد أن يصدق أنه في ليلة واحدة فقط يمكن لشخص مشهور مثل باربي أن يفقد كل شيء ويتم إرساله إلى معسكر الإصلاح. ومع ذلك الآن دون الدعاء وبدون شعر مصبوغ وبدون خصر صغير، شعرت باربي بإحساس عميق بالهدوء. بعد فترة وجيزة تم اقتياد باربي إلى زنزانة السجن. لماذا أنت؟ لماذا لا يكون أنا؟ نلتقي مرة أخرى. هل يجب أن أدعوك رينبو باربي أم نايتمير؟ لا تخافي، أريد فقط مساعدتك في الانتقام. معا سندمر هذا العالم القاسي والذي دفعكم إلى قاع المجتمع. تدمير العالم الوردي؟ كيف؟ العالم الوردي، تقولين؟ لن يكون هناك عالم وردي بعد الآن. كل شيء سوف ينقلب تماما، سيتحول لون الشعر الزاهي إلى اللون الغامق. الخصر الجميل هو الخصر الممتلئ أكثر من 80 سنتي. سيتم القضاء على الأفراد الضعفاء، الكثير لا طائل منه. سنحتفظ فقط بأولئك الأقوياء والقاسيين بما فيه الكفاية. لا مزيد من الكعك، لا مزيد من السادة، وبالطبع سيظل هذا المكان تحت سيطرتك. مرحبا بك نايتمير باربي في عالم الظلام. أنت ماذا تفعل بحق الأرض؟ متفاجئة؟ أليس كذلك؟ سأنقذ هؤلاء الفتيات بجعلهن غير كاملات، لذلك لن يضطررن لتحمل الضغط بعد الآن. تظاهرت باربي بالاتفاق معه، لكن عندما اقتربت من القوارير الكيميائية أمسكت بطاولة كبيرة وحطمت القوارير بقوة، مما أدى إلى تحطيمها إلى قطع. كيف تجرؤين؟ إذا كان تغيير العالم المثالي يعني وضع معايير جديدة ليتبعها الجميع، أليس هذا مثل النظام القديم؟ غضب الفارس المظلم واستدعى العديد من النسخ الدقيقة لنفسه ليحاصر الفتيات مرة أخرى. بمجرد أن كون الموقف يغلب، ظهر كين ذو الشعر الأسود المعروف أيضاً باسم The Dark Knight مرة أخرى، ولعب دور البطل لإنقاذ حبيبته الجميلة. ما الذي تفعله هنا؟ ألم تخونني؟ لحماية من أحب. في الواقع هذا ما حدث. في تلك الليلة عند تلقي الرسالة أعد كين نفسه على الفور ليأتي إلى حبيبته. ومع ذلك لم يحدث هذا، لأن مديره احتجزه وتآمر ضد باربي قبل مجيئه إلى هنا. أعلن للعالم أجمع أنه يقف إلى جانب باربي ويتخلى عن حياته المهنية وشهرته. بالنسبة له كان التواجد بجانب باربي وحمايتها أهم شيء. أدرك كين وباربي أن الحيوانات المستنسخة كانت تتبع أوامر الفارس المظلم. إذا استمروا في التركيز على التعامل معهم فسوف يزداد عددهم فقط، لذا فقد وحدوا قواهم لخداعه مستغلين حرسه المنخفض لتنفيذ خطوة هزيمة. أليست الأشياء التي أفعلها جيدة؟ الكمال جيد والنقص جيد أيضا، ما يهم هو أن يتم تقرير أجسادهم بأنفسهم. اختفى الفارس المظلم وتحول إلى آلاف التعليقات الخبيثة التي تدور حول الفتيات المحاصرات في الغرفة. تم تقديم هذه التعليقات من قبل الفتيات اللواتي بدأن مثاليات، لكنهن كن يخفين نواياهن الحقيقية عبر الإنترنت. شعروا بالخجل وادركوا أن نتيجة اليوم كانت نتيجة أفعالهم. من ذلك اليوم فصاعداً ظل بينك وورلد عالماً وردياً، لكن كل شيء قد تغير. يمكن للفتيات وجميع السكان أن يعيشوا حياتهم بطريقة خاصة.
يمكن أن يكونوا ما يحلو لهم، سواء كان نحيفاً أو قوياً، مصقولاً أو عضلياً، طالما أنه يجلب لهم السعادة. في الوقت نفسه استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر إيجابية. أما باربي وكان فأصبحوا زوجين حقيقيين ولم يعودوا يلعبوا الأدوار.